سنابدر أقول رسميا نزلوا معالجهم الجديد اللي راح يجي لأجهزة الاس 25 ألترا وغيرهم من الأجهزة، واجب تطورات كبيرة مقارنة بمعالج السناب دراجون 8 جن 3 وباسم جديد السناب دراجون 8 إليت. أنا نور من قناة نوفل، خلونا نعرف شنو التطورات اللي جت ويا المعالج. السلام عليكم حفايف قلبي، شلونكم؟ شركة كوالكوم كان تطور معالجاتها بطيء الصراحة، خصوصا بالسنوات الأخيرة، وحتى تقنية 3 نانومتر تأخرت فيها. بس هالمرة ويا معالج سناب دراجون 8 إليت الموضوع غير، لأن الشركة قدمت تطويرات جدا كبيرة. المعالج وأخيرا إجا بتقنية التصنيع 3 نانومتر من شركة التصنيع TSMC تايوانية. وأول تطور بالمعالج إنه إجا بتحسين بنسبة 45% بالنواة الواحدة والأنوية المتعددة، وتحسن بنسبة 63% زيادة بتصفح الانترنت لوجود أنوية أوريون الجديدة اللي صممتها كوالكوم، واللي راح تضيف سلاسة واستقرار أكثر بالجهاز عند التصفح والمهام العادية، وحتى يقدم تحسين بالمهام الكبيرة مثل الألعاب والتصوير وغيرهم. بالإضافة أن وحدة معالجة الرسوميات تحسنت بفضل الأدرينو 830 اللي يقدم تحسين بنسبة 40% بالأداء و35% بتتبع الأشعة بالألعاب، اللي راح تقدم قفزة بجودة الألعاب اللي تدعم الري تريسينج. وبالنسبة لتحسينات الذكاء الصناعي أو أنوية NPU فإجا تحسين بيهم بنسبة 45% بسبب أنوية الهكسجون اللي تقدم قفزة نوعية بتطوير الذكاء الاصطناعي بالمعالج. وأضاف المعالج ميزة حذف العناصر بالفيديو بالذكاء الاصطناعي مقارنة بقبل اللي كان يحذف العناصر فقط من الصور. والمعالج زاد من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 44% عن الإصدار السابق، وإن صح هذا الشيء فهذا يعني أنه يوفر باستهلاك الطاقة بشكل جدا ملحوظ عن السابق. بالنسبة للاتصال فالمعالج يجي بمودم سناب دراجون X 80 وتقنية Fast Connect 7900 ودعم الواي فاي 7. متوقع أن المعالج راح يتفوق بشكل كبير على معالج أبل A18 Pro، لأن ظهرت تسريبات وصور للمعالج على البنشمارك لهاتف الاس 25 الترا جهاز شاومي 15 تبين تطور جدا كبير بالمعالج رغم أنها تجارب أولية، لكن من الممكن أنها تتفوق على معالجات أبل. وهذا كل الفيديو اليوم، شنو رأيكم عن المعالج؟ واكتبوا لنا هل هذا الوقت اللي تتفوق به سناب دراجون على أبل والسيطرة على عالم المعالجات الهواتف أو لا؟ ولا تنسى تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس ليوصل لك كل جديد، ومع السلامة.